تحرك جيد والثأر في قطع الكرة، ضغط ناجح في الأمام. فرانكي دي يونغ، كرة جميلة في مكان خطير، أداء استثنائي هنا في أول 45 دقيقة من المباراة من الأسطورة سامي الجابر. تمكن من الظهور بشكل رائع ونجح في زيارة الشباك في مناسبتين، أكيد يضع عينه على الهاتريك في الشوط الثاني. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. مختاريان، ملعوبة إلى راشفورد. فوكسز يتقدم للهجوم، انتهت الفرصة خلاص، لا خطورة على المرمى. ديوك يفقدها لمصلحة المنافس. ممكن هذه، ممكن كرة كرة تعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها، الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. ماني، بول بوجبا، جميل تبادل الكرة، تصويبة باتجاه المرمى. أوه سلام على حارس المرمى، حافظ على تركيزه، على ثباته، على شب كرة بيخلصها حارس المرمى، لكن ما زالت خطيرة. بنظرة سريعة لإحصائيات المباراة تتأكد بأن هذه المباراة هي كرة القدم اللي تعشقها الجماهير. فرصة هنا، كرة هناك، محاولة هنا، محاولة هناك، الكل يلعب كرة هجومية مفتوحة، الكل يبحث عن التسجيل. نتمنى بأن تستمر هذه المباراة بهذه الصورة حتى النهاية. مختاريان، باولو ديبالا يخترق ولديه مساحة، يا رب من يستطيع إيقافه الآن؟ يسجل بكل الطرق، يسجل من كل الفرص، مباراة غير عادية، أداء أسطوري، هاتريك مستحق اليوم، الله على الهداف. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل 2، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. يا لحيب الله على التمريرة، مستحيل هذا التصدي، أي روعة، أي ردة فعل، أي إبداع، أي حارس مرمى. هنريك مختاريان، كرة ترتد من القائم، الكرة في المرمى، مرة تعدد حارس المرمى. سامي الجابر، محاولة تسديدة لكن مسافة شبه مستحيلة. باولو ديبالا يخترق ولديه المساحة،